حياكم الله أعزائنا المشاهدين، حيا الله أهل الرافدين، أهلا وسهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامجكم بيت القصيد. هذه المرة نذهب وإياكم إلى لبنان، لبنان الحضارة، لبنان البلد الأخضر، لبنان حديقة الأرز الخالدة الأبدية. من هناك معنا ضيفنا هنا في الأستوديو الشاعر الدكتور محمود عثمان. حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت الرافدين. أهلا بكم، أهلا بالأستاذ مصطفى، يسرني أن أكون ضيفا مع شاعر قدير في مستواك، وأعتقد أن هذا اللقاء العفوي والمباشر والصريح سيكون لقاء تاريخيا مميزا بإذن الله. إن شاء الله. أنت هنا في بيتك بيت الرافدين، ومن خلال برنامج بيت القصيد أستاذ محمود سنكون سعداء جدا بالاستماع إلى الجميل، وكل قصائدك جميلة ولا شك، ولكن في البداية دعني أذهب إلى سؤال ربما يفاجئك قليلا. أيهما أقرب إليك في نفس الشاعر محمود عثمان، القصيدة هي وطن أم الوطن هو القصيدة؟ يعني السؤال إشكالي، الوطن القصيدة؟ الشاعر لغته هي وطنه، فقصيدته وطنه، ووطنه قصيدته في نعم. آن واحد. والوطن هو المكان الذي تشعر بالانتماء إليه، والمكان الذي شهدت فيه طفولتك الأولى. نعم. فأحيانا تقيم في هذا الوطن، وأحيانا هو يقيم فيك. نعم. حدثني عن لبنان الخالد في قصائدك، لبنان وكيف تتخيله لوحة موسيقية جميلة تترجمها بكلمات عذبة ببعض القصيد، لبنان كيف تتخيله من روح شاعر تلقائية؟ أنا قلت إن سماء لبنان الزرقاء تتحول إلى حبر في شعري، حبري هو سماء لبنان الزرقاء، فإذا قرأت قصائدي سوف تجد لبنان بجباله وسهوله وخضراره وينابيعه وغيومه وتراثه الجميل. وأنا مفتون جدا بطبيعة لبنان الرائعة والمميزة، وهذا ما ترك بصماته القوية في شعري وفي أدبي، كما ترك مثلا البيئة الأندلسية الطبيعية تركت أثرا واضحا في نعم. الشعر الأندلسي، وكذلك البيئة اللبنانية تركت بصماتها في الشعر اللبناني. ولبنان كما تعلم صديقي قدم إلى العربية نخبة من كبار شعرائها. نعم. ونحن بإذن الله سنواصل هذا الطريق، وسنستمر في خدمة هذه اللغة الجميلة التي نحب ونحترم ونقدس. لا شك أنك يعني جنديا من جنود العربية، تعطيها ماء قلبك حتى تورثها للأجيال التي تتخذ هذه الكلمات نبراسا على طريق الحق والمحافظة على الأوطان والتشبث بالهوية. دكتور محمود، خذنا إلى أولى قصائدك وما تحب أن تفتتح به هذا المساء العذب من بيت القصيد. نعم. إلى أولى قصائدك واقترح علينا ما تشتهي وتحب من المصر. صحيح أنني ولدت صدفة في جبال لبنان وفي نعم. شمال لبنان وفي ضنيته الجميلة، ولكن فلسطين هي وطني وهي أهلي نعم. وهي عشيرتي، ومن هنا سأفتتح هذا اللقاء بقصيدة عن فلسطين. تفضل، لك الحرية الكاملة. نعم. سهمي من القلب أم قوس من القزح، ما أجبن السيف يا عنقي به انذبحي، هذه فلسطين والزيتون منتشر يوسع السهل، هذه صخرة أزحي على الغصون عصافيري مزقزقة، وتعصر الشمس زيت اللحن في قدحي، يا صخرة الحزن في كفي دحرجها، من دمع عينيك طوفان من الفرح، يا قدس واسمك من أسماء جدتنا،
أنت السماء على شباكنا انطرحي، الأنبياء غبار من حجارتها، وفي الأزقة مر الله كالشبح. هذه بلادي مدى عيني سارحة، ولا حدود سوى جار ومنسرح. من مطلع الشمس في صنين ألمحها، أما تفرفط حبات من البلح. في عرس قانا رأيت الخمر راقصة، ما بين مغتبق منها ومصطبح. قودي قطيعك بنت العم راعية، وشمر الجرح في وجه الأسى الوقح. متى سنبحر يا حيفا على زبد، متى فشط بيروت بالأسرار لم يبح. أعد البيت الأخير. متى سنبحر يا حيفا على زبد، فشط بيروت بالأسرار لم يبح. ما الذي ينقصنا حتى تتحقق هذه الأمنية التي وثقتها في البيت الأخير أستاذ محمود؟ نحن العرب ينقصنا الإرادة والعزيمة، وينقصنا القادة المؤمنون بتحرير فلسطين، المؤمنون بهذه القضية، المؤتمنون عليها. ينقصنا قادة يأخذون ويهيئون لهذا الشعب الطرق المناسبة، نعم، ليستعيد حقوقه. حتى تكون هذه الحلقة عروبية انطلاقا من لبنان ذهابا إلى فلسطين، دعنا نمر أنا وأنت إلى العراق وما قر في وعيك من حبك لأهل العراق وشعب العراق وأصدقائك، نعم، من الشعراء لسيما الذين كانوا مشاركين مؤخرا في مهرجان الشعر العربي. حدثني، نعم، عن العراق في روح الشاعر محمود عثمان، وليس شرطا أن تحدثني قصيدا وشعرا. الحقيقة أنه لم يتح لي حتى الآن زيارة هذا البلد العظيم العراق، ولكنني قرأت العراق في قصائد شعرائه، فكلنا نحفظ قصائد السياب والبياتي والجواهري والرصافي والزهاوي وغيرهم. فالعراق هو حاضر بقوة في الذاكرة العربية، في ذاكرة كل مواطن عربي. والعراق يمثل النخوة والمروءة والشهامة والشرف، ولذلك قلبنا ينفطر لما آل إليه وضع العراق تحت الاحتلال. أحسنت. والعراق هو دجلة والفرات، وهو البابليون والسامريون والحضارة العظيمة، الحضارة المميزة التي أطلقت شرارة الفكر والفلسفة والأدب إلى العالم. نعم. من هنا ألاحظ أن الشعراء العراقيين مميزون، يتميزون بالشجن الفراتي، يتميزون بالحنجرة العراقية الشجية. الله. فعندما نسمع الشعر العراقي نجد فيه العفوية والشجن، ونجد الحزن، فيه وبحة الحزن والأصالة والإنسيابية والوجدانية، بينما نحن أهل الشام وأهل لبنان نجنح أكثر إلى الجمالية في التعبير. هم يركزون أكثر على الوجدانية، على التجربة الوجدانية. نعم. نحن نحاول أن نبرز التجربة الفنية والجمالية. نعم. حتى نطبق هذا عمليا ونشهد أو نشهد عليه كمستمعين الآن إلى حضرتك أستاذ محمود، خذنا إلى قصيدة من أجل لبنان هذه المرة. نعم. لك أن تقرأ ما تحب. تفضل. من أجل لبنان. نعم. لابد أن كل شاعر يتغنى، نعم، بالأوطان العربية عموما وبالإنسانية، نعم، التي نؤمن بها، ولكنه في النهاية ينتمي إلى وطنه ويغرد من أجل وطنه بصورة ربما فيها شيء من الانتماء أكثر من أي نص، نعم، آخر ربما يكتبه. إلى قصيدتك اللبنانية، تفضل. مثلا هناك مثلا قصيدة بلادي، تفضل. ويوم خطرت على خاطري، وجدت وشعشعت للناظري،
بلادي وأنت الندى والعلا، ووحي تنزل للشاعر، هو الكون قسمة هذا الورى، ولي أنت لا للسوى العابر، أحن إلى صخرة في الجبال تزار هنا كعبة الزائر، أحن إلى صخرة في الجبال تزار هنا كعبة الزائر. جميل. تلال تعب حليب الشموس، أضاءت من الزمن الغابر، أيا جنة دنست تحلمين بخف الرعاة وبالحافر، وفجر يضيء على مفرق فيسحر قلب المدى الساحر، ونبع من السكر المشتهى يقول ارتشف من فم طاهر، ولزابة أشرقت في الوجود وحطت على أجنح الطائر، وحطت على أجنح الطائر. الجدير بالذكر تفضل. أن اللزابة هي من شجر اللزاب، هذا الشجر النادر الفريد الذي ينبت في سفوح لبنان. حدثنا أكثر عن هذا الشجر، خصوصياته، ماهيته، علاقته في وجدانيات الشاعر، وعلاقته أيضا العادية مع عوام الناس. ماذا نعم. تمثل هذه الشجرة؟ نعم، شجرة اللزاب في لبنان تكاد تكون أكثر أهمية من شجرة الأرز. والله نعم، فهي شجرة نادرة جدا، وهي تضخ كمية هائلة من الأكسجين، يعني الهواء النقي، زائد أن هذه الشجرة تنبت بطريقة غريبة، فسبحان قدرة القادر، هذه الشجرة تنبت، لا تنبت إلا عبر معدة طائر يسمى طائر الكيخن. طائر الكيخن عندما يضع برازه على تربة ما أو على صخرة ما، من هذا تنبت شجرة اللزاب. هذه هي الطريقة الطبيعية والنادرة. جميلة هذه المعلومات. لولادة هذه الشجرة المعمرة والمميزة جدا. جميلة جدا. فهي جزء من هوية لبنان ومن هويتي ومن هوية بلادي. بقونا في لبنان، ولكن دعنا نذهب أنا وأنت الآن إلى اليمن. وعدتك أن تكون هذه الحلقة عروبية بامتياز. سنستمع نعم. أنا وأنت إلى الشاعر اليمني الجميل الأستاذ يحيى الحمادي، نتابع قصيدة له، ومن ثم نواصل فيما تبقى من قصائدك. ما رأيك أن نذهب أنا وأنت إليه الآن؟ لا بأس. نعم. إذن مشاهدينا الكرام، نخرج الآن إلى فقرة قصيدة للوطن، ومن ثم لنا عودة، لا تذهبوا بعيدا. بالباب يا باب، غصن بالدم امتلأ، ربيعه قيل ولا وهو ما بدأ. بالباب يا باب، قحط فاغر فمه نحو السماء، وها قد أمطرت ظمأ. بالباب يا باب، طفل نبضه نغم، لكنه شاب بالأعتاب وانكفأ. يا باب، خلفك لي حلم خلقت له، ولي أمامك حزن جل من برأ. سبحان من ألهم الأحزان فاتخذت ما بين جنبي سكينا ومتكأ، وشكلتني أباريقا وأخيلة تحسو الفراغ، فتندى أحرفا ورؤى. قالت وقد أجلستني وهي واقفة، هذا الذي شق صدري خلسة ورأى، هذا الذي بيض قلبي من تنهده، وكلما قلت داوى جرحه نكأ. هذا الذي ثم تدنو وهي تطعمني في حجرة الغيب موفورا ومجتزأ. هذه قوافيك، فاستعذب مرارتها وعانق الحزن واطرأ كل ما طرأ. هذه قوافيك، فاقرأ ما تيسر، يا من يشرق الدمع في عيني إن قرأ. ورحت أتلو كتابا فصلت بدمي أبياته،
والليالي تنثني هزؤا من زفرة الرمل من حزن الرماد ومن خفق الأخاديد روحي تخرج الخبأ. لا هدهد زارني يوما لا هدهد زارني يوما ولا كشفت عن ساقها من أشاعت في دمي سبأ. وحدي تشكلت من ماء الحروف وفي رحم التناهيد حزني خطني نبأ. يا باب يا باب هذا الطفل يشبهني قالت عجوز وراحت تشهد الملأ وأقسمت. ثم لما شاهدت وجعي يسيل من كل حرف أومأت خطأ. وجاء شيخ بعكازين يسأل عن طفل بعينيه شعب حزنه اهترأ ومد يمناه نحوي كي يصافحني. وحين أيقظت قلبي للسلام نأى. ما كل من عانق الأحزان مرتضعا من نونها كالذي بالحزن قد نشأ. عندي من الحزن ما لو أفرغت بدمي كل البحار وكل السحب ما انطفأ. ونعود من جديد أعزائنا المشاهدين ولمن التحق بنا الآن ضيفنا في الأستوديو بهذا العدد من برنامجكم الثقافي الأسبوعي بيت القصيد من لبنان الشاعر الدكتور محمود عثمان. استمعت إلى قصيدة الشاعر يحيى الحمادي وكان الحزن اليمني حاضرا فيها. ماذا عن الحزن الشامي أو ما تخبئ في نفسك من حب للشام وأهل الشام؟ نعم لا بأس، فنحن كل مكان من الأمة العربية ومن البلاد العربية له جزء خاص في قلبي وفي نفسي. وعن الشام سوف أقرأ هذه القصيدة لو سمحت، هذه القصيدة القصيرة. تفضل. خذني إليها أيها الظمأ، خذني إليها أيها الظمأ، بالشام كأس الشوق تمتلئ، هذه الغمامة فوقها أبدا، أهلي هناك بزهرها هنئ، والبدر من أبراج قرطبة يرنو إليها والمدى رشأ. الله. عانقت عينيها وعانقني جبل على زندي يتكئ، جرس البروق يخب في بدني وعلى ضلوعي مهرة تطأ. الله الله. من أول التاريخ منتظر يأتي إلي بهدهد نبأ، إني سليمان الذي كشفت بلور ساقيها له سبأ. إني سليمان الذي كشفت بلور ساقيها له سبأ. سبأ. جميل هذا التناص أو وقوع الحافر على الحافر مع نعم. الشاعر يحيى الحمادي، ولك أن تكمل. نعم. ما لي أرى الساحات شاحبة والفارس العربي يختبئ، هذه الوجوه السمر تعرفني أن قد علاها الخوف والصدأ، لو كان يفتينا دم نضر لم ينبس الأرذال والملأ، يا حزن نازحة يعلمنا أن ارتحال يمامة خطأ، الجامع الأموي قافية حمراء مثل عيون من لجأوا، لي قلب زنبقة على بردا منها عبير الأرض يبتدئ، الجامع الأموي قافية منها حمراء مثل عيون من لجأوا، لي قلب زنبقة على بردا منها عبير الأرض يبتدئ، قصف الرعود الخضر نبضته وعلى صداها ينبت الكلأ، وعصابة كالخمر صافية وعصابة كالخمر صافية، لو شئت شرب الشام لانطفأ. وعصابة كالخمر صافية لو شئت شرب الشام
لن طفأوا. الله الله الله. نعم. وأكيد من المؤكد أن كل ظلم سينطفئ يوما من الأيام بما تبقى من أمل بنفوس أبناء الأمة الصادقين ونفوس أصحاب الحق أبناء القهر المتجذرين بتراب أوطانهم، حتى وإن لجأوا مكرهين إلى بلاد الغربة واحتضنهم المهجر وكان أحن عليهم من بلادهم التي نعم. ربما لا تملك حيلة لاسترددهم واسترجاعهم. نعم. صوت الأرض مقارنة بصوت ابنها الذي ينادي عليها. بصوت. صوت نعم. الأرض مقارنة بصوت ابنها الذي ينادي عليها طالبا العناق. نعم. كيف يمكن لهذا اللاجئ أن يعانق وطنه المشتاق إليه يوما؟ ما الذي ينقص هذا اللاجئ سواء السوري أو الفلسطيني أو أي لاجئ على سطح هذا الكوكب الذي نعيش فيه؟ نعم. اللاجئ يعني البارحة في المهرجان الشعر العربي الذي عقدتموه والذي كان مهرجانا رائعا وضخما يمثل كل شعراء الوطن العربي، أشكرك. سمعت شجنا كبيرا من شعراء لاجئين خارج أوطانهم، فاكتشفت أن اللجوء بما فيه من مرارة ومن قسوة له فضيلة، وهو أنه يفجر قريحة الشعراء، فهؤلاء يعيشون يعني عمق الانتماء، ربما خارج الوطن يشعرون بعمق الانتماء أكثر إلى الوطن. نعم. ولذلك كانت مدنهم وأرضهم نعم. وأشجارهم تحضر بقوة في قصائدهم، وهذا ما ميزهم من سواهم من الشعراء. نعم. فاللجوء أعتقد أنه سيكون مرحلة مؤقتة، ولا بد من أن يعودوا إلى أوطانهم سالمين غانمين، ولا بد أن تمر هذه المحنة التي يمر بها الوطن العربي. نعم. وهذه الفتنة التي يذكيها أعداء الأمة بين الأوطان. أحسنت. وبين الشعوب والشعوب أو بين الشعوب والسلطة. أحسنت. لكنها مهمة الكاتب أن يؤرخ لي كل مرحلة وحقبة يعيشها أبناء وطنه، حتى تدري وتعي الأجيال القادمة كم من التضحية والعذابات عاشها من سبقوهم. ومن هذه التضحيات ومن هذا التأريخ القصيدة الشعرية، خذنا إلى الشعر مجددا. سأخذك الآن إلى مناخ آخر. تفضل. ربما إلى شعر الطبيعة مثلا. لك أن تقرأ ما تحب، وهذا ما توافقنا عليه. نعم. وتصالحنا عليه قبل الهواء، فكيف نعم. ونحن الآن نعم. نعم. أمام السادة المشاهدين، اقرأ ما تحب. مثلا البيئة، الهم البيئي يجب أن يكون أيضا من يعني اهتمامات الشاعر. نعم. قصيدة السروة. تفضل. يا سروة خضراء عند البيت قتلوا اخضرار الدرب بالإسفلت، يا سروة خضراء عند البيت قتلوا اخضرار الدرب بالإسفلت، ملأوا ظلال السنديان قمامة فتلوث النسم النقي الصوت، الله. أين العصافير التي طاردتها فوق التلال تخبأت بالنبت، يا درب شحرور الوهاد تحية أفلا تعود الروح بعد الموت، يا درب شحرور، يا درب شحرور الوهاد تحية أفلا تعود الروح بعد الموت، جر الشتاء ذيوله وتنفست في كل منحدر زهور البخت، رشحت من العطر الصخور كأنها أيقونة رشحت بطهر الزيت، يا سروة خضراء في أفيائها جلس الإله وكان يوم السبت، هنا عذر عن التعبير المجازي يعني، يا سروة خضراء في أفيائها جلس الإله وكان يوم السبت، مرت عليك فصولنا ورياحنا وبقيت سرا للنظارة أنت، وبقيت سرا للنظارة أنت أنت.
وأنت نعم. سر لنضارة القصيد دكتور محمود عثمان من لبنان. دعنا نذهب الآن إلى موضوع مختلف أنا وأنت قليلا، الحالة الثقافية في لبنان والساحة الثقافية، أكثر ما يميزها وينبغي أن نشيد به ونشير إليه بالبنان. نعم. قلت سابقا إن لبنان هو بلد عربي الهوية. نعم. وهذا شيء مكرس في مقدمة الدستور اللبناني، يجب أن نوضح ذلك. فلبنان هو ينتمي إلى الأمة العربية. نعم. ولبنان قدم للعرب كبار الشعراء، حسب أن أذكر خليل مطران والأخطل الصغير. نعم. وأمين نخلة وكلهم قامات وكبار وغيرهم وسعيد عقل وغيرهم. وقدم وكان له دور مميز في عصر النهضة، في نعم. النهضة الأدبية. دعنا نتحدث عن الواقع اللغة. المعاصر الذي نعيشه. نعم. ما زال لبنان، وما يميز لبنان من حراك ثقافي أنت شاهد عليه في واقعنا المعاصر. نعم. تفضل. ما زال لبنان الآن يشهد ازدهارا ثقافيا بالرغم من الظروف الصعبة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا التي يمر بها هذا البلد الصغير، ولكن هناك كم هائل من الشعراء. إنه بلد معطاء وولود جدا بالشعر والشعراء، ربما بتأثير البيئة الطبيعية من جهة والبيئة الاجتماعية من جهة ثانية. لذلك ألاحظ ونلاحظ طفرة كبيرة في المنتديات الثقافية. نعم. ربما لهذا وجهان، وجه إيجابي وآخر سلبي، ولكن تلك سنة التطور وسنة الحياة. دائما هناك تنافس، هناك رغبة في إثبات بلا الذات. بلا شك طبعا. هذه الرغبة في إثبات الذات قد تكون حافزا إلى العمل والعطاء. نعم. والإبداع. وقد تقرب الناس من بعضهم بعضا. نعم. وهناك بعض التنافس المشروع بين الأندية أو بين المنتديات الثقافية، كل يسعى لكسب الاهتمام وللفت النظر أكثر. نعم. ولا بد في النهاية أن تتفلتر الأمور. نعم. لكنك تشهد بالمجمل أنها حالة صحية. نعم، حالة جيدة مشجعة، وهناك كم من الشعراء الموهوبين الجدد الذين يبشرون بحمل راية الشعر عاليا وخفاقة كما كان الأمر في تاريخ لبنان. جميل هذا المعنى وجميلة هذه الروح الإيجابية التي نعم. يعني تعرضها أمامنا كما لو كانت لوحة بيضاء يرسم عليها مارون النقاش المسرحي الأول في لبنان، يرسم عليها لوحة أو يرسم عليها صورة جميلة للبنان، يقدم من خلالها موسيقيها، شعراءها، أدباءها، مفكريها، وكل من يحملون هم هذه اللغة الجميلة والثقافة الممتدة التي تعكس حضارتنا وأننا أصحاب تاريخ. الآن سنخرج أنا وأنت إلى فاصل قصير، بعده نواصل لنستمع إلى جديد القصائد دكتور محمود. إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، نخرج الآن إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل، لا تذهبوا بعيدا. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، ولمن التحق بنا مؤخرا أذكركم بضيف هذا العدد من بيت القصيد من لبنان، هذه المرة الشاعر الدكتور محمود عثمان. أهلا وسهلا بك مجددا دكتور. نعم، أهلا فيك. لابد وأن للأم شجونا واسعة في قلب كل شاعر، فماذا عن الأم قبل القصيدة
ماذا عن الأم في نفس الشاعر محمود عثمان من لبنان؟ تفضل. نعم. ربما سترسل برسالة إلى الوالدة لها. نعم. علاقتي بأمي صديقي هي علاقة يعني مميزة جدا، لأني نشأت يتيما وأنا كبير العائلة. فنشأت علاقة خاصة بيني وبين أمي، فكنا شريكا جهاد وشريكا نضال، ونحن معا بنينا الوضع الاجتماعي المتحسن لأسرتنا الصغيرة، واستطعنا أن ننتصر على غدرات الزمان وعلى نوبات الزمان كما يقال. والآن أمي هي في سن متقدم على شفا 80 من عمرها، أطال الله في عمرها، حفظ الله أهلك ووالديك. ولذلك قلت ذات مرة: ماذا أفعل؟ أمي تمعن في الشيخوخة. يا الله. عندما كنت أنظر إلى تجاعيد وجهها كنت أفكر في نفسي بأن وراء كل تجعيدة في وجهها قصة نضال وقصة ألم وعذاب. لا شك في ذلك. نعم. ولذلك أفضل الآن أن أقرأ قصيدة عنها وأقدمها تحية لها من هنا. تفضل. حبي لها لزهورها الوسمي. الوسمي هو المطر الأول. نعم. حبي لها لزهورها الوسمي، نيسان يشهد والندى الفجري، حبق اليدين الغض حين أضمها، وعلى خطاها الزعتر البري، لغة الورود تفوح من لمساتها، فاقرأ عبيرك أيها الأمي. الله الله. بيني وبينك يا شعاع محابري، حبل يمد حياتنا سري، العيش أخضر في ذرى أكنافها، أمي ربيع والطفولة ري، أي النبات ولست من أترابه، والزاهرات على التلال، وأي أي النبات ولست من أترابه، والزاهرات على التلال، وأي أنت التي آويت كل شريدة، وينام تحت لحافها الدوري، حتى اليمام يطير في صلواتها، ويحط هدبك وكره المحمي. الله الله. يجري رضاك على الطريق مدامعا، بأبي الدموع عليك يا مرضي، ما همني ريب الزمان وغدره، فأنا بأمي في العلو علي، أرضي سهول الخير من نظراتها، وإذا السحاب على البلاد سخي، في ظل عينيها السماء تظلني، أرقى إليها والسماء رقي، كم غيمة بيضاء قد رقعتها، لتكون ثوبي والنجوم حلي. جميل. كم ليلة عاقرت خمر نجومها، باد هواها والبكاء خفي. يا الله. كم دمعة رقرقت فوق مباسمي، أغنى بدمعك واليتيم غني. أغنى. أغنى بدمعك واليتيم غني، أماه في 70,000 قصيدة أوحى بها لصغيرك الجني. أماه في 70,000 قصيدة أوحى بها لصغيرك الجني. الله الله. تلك التجاعيد التي أدمنتها تحكي، وكم غلب البيان العي، اليوم زرتك والحمام مرتل، أنسيت عهدك والحبيب نسي، أو تذكرين البيت يحني ظهره، وكأنه بين البيوت عجي، وحدت أسمائي على أسمائها، ويقال عني وردها الجوري.
وحدت أسمائي على أسمائها ويقال عني وردها الجوري. ستبقى هذا الورد الجوري ودامت الوالدة وردة جورية متفتحة في حياتك دائما دكتور محمود. دعنا نذهب الآن إلى شيء مختلف ومن نوع آخر. سأطرح أمامك خمس كلمات. نعم. وأن تقدم لي تعريفا شخصيا عن كل كلمة، لا أريد تعريفها الواقعي أو ما اصطلح عليه جمهور المفسرين أو أهل اللغة، وإنما أريد رأيك الشخصي. تربة لبنان. عطر أزلي. الروشة. هوية من هويات لبنان. الوطن العربي. ناقة مذبوحة. المرأة. الوحي والإلهام. والسؤال الأخير وربما يكون مفاجئاً قليلاً، ماذا يعني لك اللون الأسود؟ الوقار. الوقار فقط. هلا في ثقافتنا وموروثنا هو يعني السواد والحزن مرتبط. من الجميل أنك ربطت السواد بالوقار، مللنا حزنا وحدادا. نعم. أليس كذلك؟ نعم، ربما في مجتمعات أخرى يعني الفرح. نعم. العادات مختلفة. هل هربت من الحداد؟ نعم. عفوا دكتور، هل هربت من الحداد ويعني لذت بمفردات ومصطلح الوقار؟ نعم. حتى تنسف هذا الواقع المؤلم الذي نعيش فيه. أحسن، إنني أحاول أن أتجاوز الحزن الذي أصبح يشاطرنا مسيطراً علينا. أليس نعم كذلك؟ يجب أن نخرج من هذه الحالة الحزينة والسوداوية، فنقرأ للون الأسود دلالة جديدة وقد تعطيه معنى أجمل، وهي دلالة الوقار. وهنا تتذكر يعني الشيخ الكبير الذي يلبس جلبابا أسود، أو المرأة الأنيقة التي تلبس مئزرا أو ثوبا أسودا. أحسن. فهن قل للمليحة في الخمار الأسود. نعم. الآن دعنا نذهب إلى قصيدة جديدة، ولك أن يعني تختار من دواوينك الحاضرة أمامي هنا. أنا في هذا العدد أنا لك في أن تختار ما تشتهي. في حضرتك أمارس نوع من الرقابة الذاتية. تفضل. سأقرأ قصيدة غزل أكثر احتشاما. وهو المطلوب طبعا. لابد من ذلك. هناك قصيدة. نعم. قصيدة غزلية ولكنها قصيدة ترضي الكثيرين. هناك قصيدة وداع. وإن كنت أكره الوداع كما أكره وداعك. إذن ولكن لابد من الوداع كقصيدة. إذن نغير إذا أردت. دعنا نذهب إلى قصيدة الوداع، لا مشكلة. طيب. لأنها نعم ربما فرضت ذاتها. وهذه من نفس الروي القصيدة التي سمعنا الهمزة اليوم. نعم تفضل. يبدو أن للهمزة حصة الأسد. أكيد. عصفي بحبك يا سمراء قد هدأ. نعم. هل ينفع النفخ في جمر إذا انطفأ؟ كان الوداع بلا لوم ولا عتب، وأجمل الشيء منهيا كما بدأ. وصافحتني كأني لست أعرفها، كما تصافح ضيفا عابرا فجأ. في باحة الدار والأوراق ساقطة، وأصفر الشوق في قلبي قد اختبأ. ليس الجحيم بنيران مسعرة، بل بارد اللمس والحس الذي اهترأ. الله. ليس الجحيم بنيران مسعرة، بل بارد اللمس والحس الذي اهترأ. الله. ودعتها اليوم لا لم ألتفت جزعا إلى الوراء وخلفي من خطاك الرؤى. هلو. يا نظرة الحب في ظهري قد انغرزت، كما الرصاصة تردي عاشقا خطأ. يا نظرة الحب في ظهري قد انغرزت، كما الرصاصة تردي عاشقا خطأ.
قالت أحبك لا ريب ولا ملق، حنيت رأسي وقلبي كذب النبأ. يا الله. قالت أحبك لا ريب ولا ملق، حنيت ظهري، حنيت رأسي وقلبي كذب النبأ. دع الرسائل للنيران تأكلها، كعارم السيل محموما أتى سبأ. أنا النبي الذي تاهت سفينته على السحاب، وبرقا في البعيد رأى. أنا امتلأت بما في القلب من شجن، كما الفراغ بما لا يشتهي امتلأ. يا الله. إني نأيت فلا ناءت بنا هدب، من البكاء ودمعي عن هواك نأى. إني نأيت فلا ناءت بنا هدب، من البكاء ودمعي عن هواك نأى. ملوحة البحر لا تروي غليلته، وبارد النهر يسقيني الهوى. ظمأ هذا الخريف الذي أهدى الورود لنا، يوم اللقاء هو العطر الذي نكأ. هذا الخريف الذي هذا الخريف الذي أهدى الورود لنا، يوما يوم اللقاء هو العطر الذي نكأ. نتمنى لهذا العطر أن يحمل رسالة السلام كما هو في جوهره ومضمونه، رسالة حب وإنسانية، ولا شك هذا ما نتمناه للبنان العزيز. الآن سنذهب أنا وأنت إلى موضوع مختلف يدخل في صلب الشعر. قد يقول قائل: ما الفائدة من الحركات الثقافية؟ لكل كاتب الحق بأن يعتزل، ينعزل، يسكن برجه أو قصره العاجي، ويكتب لنفسه ولبعض مريديه أو من يصفقون له. لماذا تسعون للمشاركة بفعالية هنا، مهرجان هنا، مهرجان هناك؟ ما الفائدة من مثل هذه المشاركات؟ قد يقول قائل. يعني نحن نعلم صديقي أن الشعر هو ديوان العرب. أحسنت. ونحن أمة نهتز للبيان، إذا سمعنا فصاحة أو بلاغة يهتز كل نبض فينا، وقد فطرنا على ذلك. ولذلك الفصاحة والبلاغة هي مدعاة للشهامة أيضا. أحسنت. فالتاريخيا كان آباؤنا وأجدادنا يوصون أبنائهم بتعلم اللغة والفصاحة والبلاغة لتزداد شهامتهم ومرؤتهم، وليحفظوا تاريخهم وتراثهم. أنت لست ابن اليوم، أنت نعم. إنسان عمرك أكثر من 1000 سنة، أنت التاريخ بلحمه ودمه. عندما تقرأ المتنبي فأنت ستتعلم منه العنفوان والشموخ، وعندما تقرأ مثلا أبا العلاء سوف تتعلم الحكمة وعمق البصيرة. نعم. وعندما تقرأ البحتري سوف تنتعش معه بنسمات الطبيعة وتتعلم كيف تتفاعل مع الجمال. كيف للحلم كيف للحلم أن ينتصر على الرصاصة؟ دائما انتصار الرصاصة هو انتصار آني، الحلم هو الذي ينتصر في النهاية. ونحن نعرف تاريخ الشعوب، وهذا ينطبق على الأفراد كما ينطبق على الشعوب. الشعوب نعم. لم تنتصر بفأس زر كما يقال. الشعوب تحتاج إلى وقت لتصل إلى أهدافها وإلى أحلامها في الحرية وفي الازدهار وفي النصر وغيره. أولى الخطوات المطلوبة باعتقادك؟ الخطوات الأولى هي بناء الوعي. نعم. والشعر هو أيضا من المراجع التي تنمي، يتشكل منها حالة بناء الوعي، يتشكل منها وعي الإنسان ووعي الإنسان العربي بشكل عام وليس بشكل خاص. يعني إذا تكلمنا على الإنسان العربي فالشعر هو يشكل جزءا لا يتجزأ من وعيه ومن لا وعيه في آن. أحسنت. نعم. إلى القصيدة الختامية الآن. نعم سوف نرى. أنت حر. لا أريد أن أفرض عليك
نوعا معينا من القصائد لك أن تختم بالطريقة التي تحبها وأن ترضي من تحب أيضا. سنشوف حظنا، سنرى حظنا وحظك. تفضل، قبلت بهذه القسمة. طيب ماذا أخبرك الطالع؟ سنقرأ قصيدة خولة. إلى خولة إذا قرأناها البارحة. تفضل. الدرب يطول إلى حلب. الجدير بالذكر أن خولة هي شقيقة سيف الدولة الحمداني. نعم. والتي رثاها أبو الطيب المتنبي في قصيدة خاصة. تفضل. الدرب يطول إلى حلب ما بين غبار وقذائف، في الصدر بنادق تسألني من أنت أجئت على عجل، يسألني المخبر تعرفها، يسألني المخبر تعرفها، أستل السيف وأغمده لتنامي في الظل الوارف، يا سيف الدولة معذرة، الروم أمامي وورائي والفرس أمامي وورائي. الله. والإخوة في الدين احتربوا، الإخوة في الحرب احتربوا، في السلم احتربوا، ها خولة يسبى هودجها. يا الله. ها خولة يسبى هودجها، ما حكم السبي إذا سبيت، أيصلي قمر مذبوح ويطوف على جبل طائف، هل يذبح جيدك يا وتري بيديه العازف، أيغني عصفور خائف، أيخون الفارس ناقته، وكلامي للوحي مرادف، الخيل وخولة تعرفني. الله. الخيل وخولة تعرفني، والرمح المنكسر النازف، يا وجه نبي مبتسم ما بين سيوف ومصاحف، يا حبا فجر قافيتي بحزام من عطر ناسف. يا حبا فجر قافيتي بحزام من عطر ناسف. دعنا نجعله متلهفا لا ناسفا، إن شاء الله. يتلهف سعادة ويسعى إلى تحقيقها. رسالة أخيرة وقصيرة إلى لبنان الذي تحب. رسالتي إلى لبنان شعبا وحكومة أن يحافظوا على هذه الجوهرة الثمينة التي أوضعها الله بين أيديهم. نعم. فيحافظوا على جمال لبنان من التلوث، وعلى جمال أخلاق شعبه من الفساد. والضيب. علينا جميعا أن نكافح الفساد بكل أشكاله. نعم. وبكل ألوانه. وهذه رسالة الأديب أيضا أحسن. نعم. وهذه جزء من مشروعنا الثقافي والفكري بإذن الله. سعدت بك دكتور محمود عثمان، الشاعر اللبناني الجميل، في هذه الحلقة المتنوعة حقا من بيت القصيد. وأنا أيضا سعيد جدا بأن يحاورني شاعر من مستواك وأديب مرهف وسريع البديهة مثلك. أشكرك شكرا جزيلا، وأتمنى أن تكون الحياة كريمة بالقدر الذي يتيح لنا تكرار مثل هذه اللقاءات الجميلة. شكرا جزيلا. بإذن الله شديد. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا الأسبوع من برنامجكم الثقافي الأسبوعي بيت القصيد. الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم وشاعر من طراز خاص وله ظروف خاصة شكلت داخله إرادة وثابة جعلته أفضل من كثيرين، لا أقصد بالشعر فقط وإنما بالإرادة وبالعزيمة والإصرار. حلقة الأسبوع القادم ستظل مفاجأة، تابعونا في الأسبوع القادم من بيت القصيد. إلى اللقاء.